عندي سؤال عن مشروعية صلاة الجنازة على الغائب المجهول، يعني متعلق بفعل بعض المتصوفين، صاروا يؤدون بعض، يعني عقب كل صلاة المغرب هذه الصلاة، صلاة الجنازة على الغائب المجهول، بحجة أن كل في ذلك اليوم قد مات مسلم أو أكثر من مسلم في هذا العالم ولم يصلى عليه. هذه أيضا من البدع التي لم يسمع بها علماء المسلمين إلا في هذا العصر. صلاة الغائب مسألة اختلف فيها الفقهاء في دائرة ضيقة جدا، وليس بهذه السعة التي تذكرها أنت الآن عن بعضهم. إذا عرف أن رجلا من المسلمين مات في بلد من بلاد الإسلام، فهل يشرع صلاة الغائب على هذا الميت أم لا؟ فيه مذهبان، منهم من يقول لا يشرع، ومنهم من يقول يشرع مطلقا ما دام أنه مات تحقق موته، ومنهم من توسط، وهذا مذهب ثالث وسط، قال إذا مات الميت في بلد يغلب على الظن أنه ليس هناك من يصلي عليه صلاة الجنازة، صلى عليه بعض المسلمين في بعض بلاد الإسلام، وحجتهم في ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نجاش الحبشة، فإنه مات في بلاد النصارى وليس هناك من يصلي عليه صلاة الجنازة، ولذلك قال عليه السلام لأصحابه قوموا فصلوا على أخ لكم مات في أرض غير أرضكم، فصف عليه السلام وصف الناس خلفه وليس أمامه جنازة. فكان هذا المذهب الوسط هو المذهب الحق، لأنه يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول بعدم شرعية الصلاة على الغائب مطلقا فهو صريح في المخالفة لهذا الحديث، وأما القول المقابل له بشرعية الصلاة على كل ميت غائب فهو مخالف لما كان عليه الرسول عليه السلام في حياته. فكم من ميت مات في مكة وفي المدينة في الطائف في إلى آخره، ولم ينقل عن الرسول عليه السلام أنه صلى ولو مرة واحدة على ميت غائب عنه، فما بالك بمثل هذه البدعة التي حكيت عن بعضهم؟ فلا شك أنها بدعة ضلالة، لأنها لو كانت مشروعة لا سبقنا إليه الرسول عليه السلام أولا، فإن هذه العلة التي يتمسكون بها أنه لابد في كل ساعة في ميت، هذه العلة كانت قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بها أولا، ثم هو أعبد منهم لله ثانيا، فحينما لم ينقل عنه أنه صلى صلاة الغائب هذه بل وما دونها إلا صلاته عليه السلام على النجاشي، دل على أن هذه الصلاة التي يفعلونها هي بدعة
وقد قال عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. غيره. جزاك الله خير. وإياك. إلى أن جاء دورك. أي صاحبنا أفلس. بالنسبة لإنسان وجد قطعة من لحمه كفخذة مثلا في فلاة، هل يصلى عليه أم لا؟ الذي يصلى عليه هو الإنسان. نعم. أما القطعة منه فلا يصلى عليه.